النهارده ذكرى رحيل عبقري الموسيقى، واحد من اهم الفنانين والموسيقيين اللي قدم خلال مشواره الفني حوالي 400 اغنيه، كان ليه الفضل الكبير جدا في نشر الاغنيه المصريه والمطربين المصريين في المنطقه العربيه كلها من خلال تاسيسه لشركه مصر فون للاسطوانات سنه 58، وهو الفنان الكبير العبقري محمد فوزي في ذكرى رحيله. خلينا نشوف هذا التقرير. اي والله اي والله يا عز مجينا شعلى باله مال القمر مال يا عشم وياك يا جميل بحت بالسر تصونه مكتوب عليا حبي وميل وحبيبي وحشان عيونه. في مثل هذا اليوم رحل عبقري الموسيقى الفنان الكبير محمد فوزي الذي أطرب الجميع بحلاوة صوته وألحانه بالإضافة لخفة ظله التي خطفت الأنظار في عالم التمثيل. ولد الفنان محمد فوزي في كفر أبو الجندي مركز طنطا بمحافظة الغربية لأسرة متوسطة الحال كثيرة العدد، فقد كان ترتيبه 21 ضمن 25 أخا من بينهم الفنانة هدى سلطان. بينا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين رايحين على فين على فين على فين. درس الموسيقى في معهد فؤاد الأول للموسيقى وبدأ الغناء في فرقة بديعة مصبني التي تعرف فيها على الفنان فريد الأطرش وشكلت البداية الحقيقية لانضمامه إلى عالم الفن، حتى اشتهر وكون علاقات عديدة ما جعله يصل إلى كبار الشعراء وكتاب الأغاني بشكل سريع، واستطاع أن يلحن جميع أعماله بنفسه، منها أغاني ماما زمانها جاية، ذهب الليل، حبيبي وعنيا، وشحات الغرام. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو شاف القطة قال لها بس بس قالت له نو نو ماما قالت له سيب القطة وخليها في حالها فات مدرسته ولما كرسته راح جر شكلها راحت القطة مخربشة ايده لما مسك دلها وادي زاد اللي ما يسمعش كلمة ماما تقولها. أسس محمد فوزي شركة مصر فون للإسطوانات عام 1958 حيث كان لها الفضل الكبير في نشر الأغنية المصرية والمطربين المصريين في ربوع المنطقة العربية كلها. بلغ رصيده الفني ما يقرب من 400 أغنية، 300 أغنية منها تم تقديمها في الأفلام. الشوق الشوق حيرني الشوق الشوق سهرني الشوق 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 ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو شاف القطة قال لها بس بس قالت له نو نو.